وجبها على السيارات. المهم هو وجبها في 16 علامة، 16 علامة من بينها بوجو، من بينها رونو، من بينها فياض، من بينها مازيراتي، من بينها كرايسلر، من بينها بزاف 16 علامة، صفر واحد، سينكا، جوزيفا، المهم 16 علامة كاينة. فالاتفاقية مع الجزائر كانوا باش يخدموا فياض، يعني كانوا رايحين يخدموا بوجو وخدموا فياض. كل ما تم إنجازه من دار بوجو يقع يعني يوضع تحت تصرف فياض، لأنها نفس المجموعة. دونك كاين دي زونكار اللي راهم مخدومين تما، هما التزموا باش تكون الاشغال جاهزة ويتم إنتاج أول سيارة افيك ان طور دانتيغراسيون دو 40% مع نهاية سنة 2023، يعني نهاية نوفمبر، إن شاء الله نوفمبر ديسمبر تكون أول سيارة تاع فيها منتوجة.